أحييكم مشاهدي التغيير أينما كنتم وعلى الهواء مباشرة وبرنامج من بغداد. أحبتي المشاهدين، الإعلام يجب أن يكون رسالة، ورسالة مهمة تحمل معاني ودلالات ومغزى يجب أن يصل. الهدف منه هو الإصلاح وتقديم المعلومة للرأي العام وللمسؤولين من أجل الوصول إلى حقائق ودقائق الأمور. وفي هذا البرنامج تحديداً ومن قناة التغيير قدمنا الكثير من الملفات والكثير من الحقائق، بعض هذه الحقائق مهمة وخطيرة، وكنا نبغي شيئاً من ضمن الأشياء التي كنا نتمناها أن تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين، ووصولها إلى المسؤول بمعنى أن يدقق في حقائق الأمور، لماذا حصل هذا ومن المسؤول عن هذا وكيف حصل هذا وما هو الضرر والهدر المتحقق من جراء هذه السياسات. لأنه في هذه الحكومة وفي الحكومات السابقة التي توالت من عام 2003 وحتى هذه اللحظة، باعتراف المسؤولين الحكوميين والجهات الرقابية والجهات المختصة وهيئات النزاهة والمنظمات الدولية، إن الفساد الذي حصل في العراق لم يحصل في مكان آخر من العالم. وبذلك في كل حكومة نسمع أن هنالك قرارات وهنالك توجهات لمحاربة الفساد، ولذلك ننطلق ونشترك ونؤمن ونعمل مع الخيرين الذين يريدون فعلا أن يستأصلوا هذه الأدران الخبيثة والمريضة من جسد العملية السياسية ومن الشارع العراقي، لأنها أصبحت خبائث وسرطانات مدمرة ومهلكة ومحزنة، أحالت طبقات وفئات كثيرة من الشعب العراقي تحت خط الفقر. ولذلك عندما نقدم هذه المعلومات ليس ترفا وليس حبا في الظهور وليس جدلا أو ضدا بآخر، لكن نريد من الحكومة أن تتخذ بها قرارات. ولذلك في هذه الحلقة والتي ستكون في حلقات مهمة سنعود وبأثر رجعي على كل ما قدمناه من حقائق خطيرة عن ملفات الفساد. الحكومة لحد الآن لم تتخذ بها قرارات، ولا أدري ما هو السبب أن الحكومة لحد الآن لم تتخذ قرارات، وسوف نحسن الظن. قد يكون لم يتابعوها، قد يكون هنالك خلل في المكاتب الإعلامية للمسؤولين المختصين في هذه الوزارة أو في مكتب رئيس الوزراء أو في هيئة النزاهة أو بالجهات الرقابية المختصة، لأننا أيضا لن نقبل بأننا نقدم كل هذه الجهود، وقلناها وقلتها في حلقات سابقة بأننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن نريد منكم أن تأخذوا أدواركم الحقيقية ومسؤولياتكم التي كلفكم بها الشعب في محاربة هذا الغول الخطير الذي أصبح أكبر من الجميع وأهلك الزرع والضرع. واليوم لدينا جيلا من الأيتام وجيلا من الأرامل وجيلا من الجياع وجيلا من العاطلين عن العمل، جيلا من الخريجين، مهندسين يتسولون في الشارع ولكن بطريقة حضارية على التشنابر في الكرادة وفي الجادرية. وعندما نصرخ ونستصرخ فيكم ضمائركم، لا لهنا نوقف ومن نتعاتب، خلينا نقول نتعاتب عتب محب بس عتب شديد. احنا ما نقبل نقعد نسولف وانتم ما تسمعون وما تتخذ قرارات. نعم انا اكبر واقدر ان هنالك بعض القرارات كانت فيها استجابة، واستجابة مهمة واستجابة سريعة. لذلك ندعوكم ايها الاخوة ايها السادة في المكاتب الاعلامية للسادة الوزراء وفي مكتب السيد دولة رئيس الوزراء وفي مكتب السيد رئيس الجمهورية، وبرجاء
وإن كانت هذه مسؤولياتكم ونحملكم هذه المسؤولية كاملة بأن ما يقدم يجب أن يسمع. ولذلك في محاولة جديدة من قناة التغيير ومن هذا البرنامج تحديدا سنعيد عليكم، ومثل ما يقول ذكروهم عسى أن تنفع الذكرى، حتى تعيدون النظر من جديد بما قدمناه، حتى نقول أو نستشرف أو نتفق أو نبث الأمل في الناس أنه لدينا في هذه المرحلة رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس برلمان وسادة وزراء ومكاتب إعلامية للمختصين المسؤولين يتابعون ويهتمون. لأن اليوم أنا ما طالع بالتلفزيون عندي أغنية، أنا مو ممثل، أنا ما أبتدع قصص، أنا ما أسولف حواديت، أنا ما أتلقى اتصالات، أنا أقدم حقائق على لسان مسؤولين ومختصين بالوثيقة وبالحقيقة وفي الملف وبالشهادة والمعادل الصوري. فنتكلم، وعندما نقول أو تقولون لنا نقول لكم هذا برهاننا ونحن صادقين، ونقول لكم هيت لك، هذه الملفات التي يعرضها السادة المسؤولين من نواب ووزراء ومختصين، فدعونا أن نضع أيدينا بأيدي بعض، لأن المرحلة لا تحتمل حتى لا نصل إلى تسونامي سياسي خطير قد يغرقنا كلنا. أنا اليوم راح أبدأ بعرض بعض المقاطع، وكما قلت هي من باب التذكير، ونعلق على هذه المقاطع ونتعاتب عتب محب مع الحكومة. فهسه أذهب إلى مقطع، إذا الشباب بالكنترول ينطوني مقطع الأول خلينا نشوفه، مال السيد هيثم الجبوري. هذه واحدة من الحلقات اللي أنا قدمتها يمكن صار أكثر من شهرين ثلاثة. خلينا نشوف هذا المقطع ونشوف شنو رأي السادة المسؤولين بهذا بما قاله السيد هيثم الجبوري. انطوني هذا المقطع شباب. احنا عندنا بالبصرة آلاف الناس قاعدة لا شغل لا عمل، شباب عاطلين. هذا فقط فرع الجنوبية، هذا جدول حصلته بعدد العمال الأجانب، الفرع الجنوبي، بس الفرع الجنوبي من ليبيا 201 بابا، إذا الكاميرا شباب، من مصر 9751 عامل، من الجزائر 897، من بريطانيا 11280، من الهند 13400، بعد ارجع لك هسه هواي الارقام، الصين 12019، باكستان 4213. اقراهم اقراهم لا اقراهم واي واي اي اكثر من 105 دوله. زين 105 دوله تعمل في البصره، 105 دوله تعمل في البصره، واهل البصره يشربون مي مالح حصل عليهم قرصه الخبز يصير. هذه كلها باع لها زين لي شباب نزلوا لي على الكاميرات، احنا ما نقدر نقرا بس انطيهم دليهم. هذه 105 دولة أعزائي المشاهدين تعمل في البصرة وبآلاف الأرقام، بآلاف الأرقام. يعني الهند 7400، بريطانيا 8200، باكستان 11000، مصر تشتغل، الجزائر يشتغل، الألماني يشتغل، الهندي يشتغل، كلها يا شبيه ابن البصرة. بعد تدري منين تريد بعد؟ هاي باكستان وإيران وألمانيا وأوكرانيا وفنزويلا وإيرلندا وبوسنا والهرسك، كل هالواد بتشتغل بوسنا والهرسك. اي والله هاي كلها بالله أنا ما مطلع من جيبي، وبنغلاديش ولبنان وجورجيا وسريلانكا وكازاخستان وسلوفاكيا وكوستاريكا وفلسطين وكوريا وبلجيكا وبيرا وبوليفيا وليتوانيا وكرواتيا وقرغستيان وشيلي بعد شترين. ايش قد العدد الاجمالي؟ ما عندك رقم؟ لا والله بس انا اذا اجمعهم يجوز يطلع. شوف لي الرواتب. هي الرواتب حتى شوف الرواتب المستحقات اللي ياخذوها الولد هسه هذا فور اكزامبل. وقبل ما تجي على المستحقات، هاي تدفعها الحكومه العراقيه طبعا. لا توشر داخل بمجهوده. ها داخل بمجهوده؟ داخل مجهوده بس. ايه هذا في اليوم سولف لك سالفه عند واحد من ولاد خالتي
اجى الامه قال لها يابا حصل شغل، وين حصلت؟ قال حصلت بالفرن. قالت لي امه انت لا تخبز، لا تعرف تعجين. قال هلا انا من يشمل القرصه صيح اسم الله. هسه هذول كلهم يصحون اسم الله الجماعه. على العموم اني راح اخفي بس الختم حتى ما يعرفني ان طلعت انت تتاذى هاي الوادم من حقك. شوف الذاكره رفض نقله. شوف يا عبد الله هاي الوثيقه. هذا مهندس واحد راتبه 70,000 دولار بالشهر. اي هذا تدفع للحكومه. تدفع للحكومه. الثاني 56، الثالث 44، الوراء 56، الوراء 63,000. الوقع معلي مش تنظر وراء النواب احنا 5,000 دولار. وانا هسه بدي اقولها. عم فقر احنا ويا الوادي. يعني هذا كل واحد راتبه قد الرئيس. لا يا رئيس. رئيس جمهورية. لا مين رئيس؟ رئيس هسه نزلنا راتبه 15,000 دولار. وهذا اول واحد ايش قد ياخذ؟ 70,000. يعني خمس رؤساء. يعني انا اريد اتوقف عند عباره دكتور هيثم الجبوري لما ابن خالته اشتغل وظيفته من توقع القرصه يقول اسم الله. انا ما اريد اقول اسم الله على يوقع عقود جولات التراخيص النفطيه بهذه الامتيازات الضخمه. ومقارنه بين الامتيازات التي حصلنا عليها والامتيازات التي حصلوا عليها. انا اريد اسال لما ظهر مقطع بهذا الشكل أليس كان من الأجدر أن تشكل لجنة تحقيقية من قبل اللجنة البرلمانية لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي لإعادة النظر في جولة التراخيص النفطية؟ شنو هاي الامتيازات اللي ياخذها مهندس ياخذ 70,000 دولار بالشهر وطيارة توديه دبي وطيارة رجعة يروح يبات بدبي ويريد يرجع؟ وهذا احنا مو حكيناها من زمان. والمهندس العراقي اللي بنفس مستواه ياخذ اقل. البنغلاديشي يشتغل بالبصره، والكوستاريكي يشتغل بالبصره، والفنزويلي يشتغل بالبصره، والبصره اغلب ولياداتها وشبابها عاطلين بالعمل. ما الذي كان يمنع حتى نقول احنا انه هنالك تعاطي مع الحقائق؟ ليش هذه السياسه حتى تفهمونا؟ هل انه هذه السياسة مقصودة؟ هل انه الاخرين لا يسمعون؟ هل انه وجع العراقيين لا يعني احدا منكم؟ هل انه المعلومة التي تصل بجانب الفساد او بجانب الامن هنالك عدم اكتراث في التعامل معها؟ هسه انت اذا ما تقدر تحل او ما تقدر توصل الناس لحل، على اقل تقدير ان تمنحنا رأيك. لانه ما معقولة انا اقدم لك تقرير على لسان رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي يقول هالشكل. هسه هذا انا لا جبته بفلوس ولا اشتريته ولا استماليته ولا جبته لان اسقط فلان واحيي فلان، لا قدم حقيقة. ولذلك انا اعاتب البرلمان العراقي ابتداء من سيد رئيس البرلمان الى رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية. وقالها معاي السيد وزير النفط في احدى من الحلقات، قال الآن شركة التراخيص أو جولة التراخيص النفطية الآن تطالب بالمراجعة لأنها تريد امتيازات جديدة. عمي إذا الكل يريد امتيازات جديدة زين إحنا وين حقنا؟ إحنا ما ردنا امتيازات، إحنا ردنا لهاي الفقرة خبزة خبزة. وأكو شيء بالمقطع قال الدكتور هيثم الجبوري يمكن ما لحقوا الشباب أن ينزلونه لكن بالحلقة موجود، يقول لك إذا مرت الصيني مزاجها يتعكر إحنا مسؤولين على أن نوفر لها أجواء حتى سودة عليه طيب خاطرها. هذا مو أنا أقول، مو قناة التغيير تقول، مو نجم الرباعي، هذا نائب. اسألوه يا أخي، اسألوه قلوا له هذه حقائق حقيقية له استهداف، له هو تصحيح للمسار، أم أنه هي مساهمة جدية حقيقية فاعلة بنوايا خالصة من أجل الإصلاح ومن أجل التصحيح ومن أجل التنبيه، وبالتالي نقف في منطقة مشتركة كلنا نكون مسؤولين في مكافحة الفساد وفتح. هل وصلت الفكرة لو ما وصلت الفكرة؟ هل سنسمع قريبا أنه المسؤولين في وزارة النفط والمسؤولين في لجنة النفط والطاقة أنا سوف أبقى أطالب بحقوق أهل البصرة
وليش 105 جنسية تشتغل بالبصرة وابن البصرة عاطل وابن البصرة ما عنده قطرة مي تشرب؟ هاي المجاملات لحساب من؟ هذا مقطع. خلنا نروح إلى المقطع الثاني اللي أيضا أنا والقناة قدمناه في وحدة من الحلقات. خلي نشوفه، وأيضا راح نطالب وأيضا راح نسأل. وكلمة ليش اللي رافقتها لمدة 15 سنة، هم الأخوة السياسيين الله يكتب سلامتهم عندهم لازمة سوف وسنعمل، وإحنا أيضا صارت عندنا لازمة. ليش وشنو السبب؟ شوفوا المقطع الثاني شباب. شركة بتروفاكس التي يملكها أيمن الصفدي وهو زعيم جبهة النصرة في سوريا، جاب الوزارة النفط، شلون تعاقد مع وزارة النفط بيا سنة، وشلون النفط العراقي كان يروح لأيمن الصفدي، أو طبيعة العقود التي أبرمت مع أيمن الصفدي، زين وذولا إحنا قاتلنا ومن أجل المقدسات ومن أجل شعبنا في سوريا، زين شلون نط نفط وشلون نط شهداء؟ صحيح. أنا حقيقة استفسرت، قالوا بأنه سيد الوزير السابق كان يشتغل مستشار بهاي الشركة قبل ما يصير وزير. يا شركة بتروفاك مال الإرهابي؟ أي فمن صار وزير؟ لا مال الإرهابي، مال الإرهابي ومال أيمن الصفري وزيرنا كان يشتغل. أي سيد جبار العيد. سيد جبار العيد طلع على والديك. والديك فمن صار وزير تدري هاي كان يشتغل مستشار. مستشار تدري هاي الشركة باعتبار عنده علاقة بيهم، اجت قدمت اخذت شغل. واحدة من الاشياء اللي اخذتها هي صيانة العوامات التصديرية، يعني احنا تدري نصدر عندنا عوامات بالبحر تصدر، فهم ماخذيها صيانة. ومن المفترض بانه شو يسوون؟ كل فترة يدخلون ربعنا دورات، حتى لانه جماعتنا ما عندهم قدرة فنية على ان يسوون هاي الصيانة. وين يدخلون؟ بسوريا هنا؟ لا لا بيها المفروض مباشر. ها لا مو بالنصرة. لا تدري العقد هذا مرت سنوات طويلة هم بدليلهم برغي، وكل سنة يأخذون 400 مليون دولار ليمن. إيه هم ما مدين ولا برغي على أبو صيانة، خاف عود يصير بيه عطل يسوي له صيانة، ولا دربوا كوادرنا حتى تستعد هاي الكوادر بأنه تقوم بهذه العملية. بل بالعكس اليوم بتروفاك أخذت عقد مال غاز هسه جديد، وتم توقيعه قبل يمكن شهرين أو ثلاثة. أنا ما أدري هذه المعلومة ولا على ذمة نائب لثلاث دورات نيابية، لو في أي دولة موجودة تدخل إنذار، ولو أي شعب يسمعها ما راح أقول شيء، راح أقول يظل يفر بذانه. زعيم جبهة النصرة اللي تصنف إرهابية ياخذ عقد ب 400 مليون دولار صيانة، ليش؟ والنوب المشكلة ما مبدل ولا برغي وياخذ 400 مليون دولار ووظيفته يدرب كوادر، وما درب كوادر، ورغم ما انه هي منظمة ارهابية بتروفاكس يمكن او انتر بتروفاكس، فوق هذا انطوها عقد تنقية الغاز المصاحب للنفط. ماكو مسؤول سمع قال له تعال يا دكتور هيثم الجبوري تعال اقعد هنا وانت قيادي ورئيس حزب وبالبرلمان وكبير لجنة، تعال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا حتشك صدق لو كذب؟ إذا كان صدق فعلى أقل تقدير هسه ما نقول حاسبوا توقفون العقود مع هذه الشركات. وبالمناسبة مو بس هو قاله، قال أيضا عدي عواد وعرض مصورة السيد زعيم جبهة النصرة. أنا أدفع دم منا ضد المنظمات الإرهابية والمتطرفة، وأجي من جهة ثانية يا دولة الرئيس أتعاقد معاها وأعطيها امتيازات ولا ثاردة ولا غامسة ولا حالة ولا عاجنة ولا خابزة، وياخذ 400 مليون دولار.
هذا باثناء البرنامج. لو اكو فعلا حرص حكومي اثناء البرنامج، السيد هيثم الجبوري والوثائق التي معه، القضاء ما ينام يحقق خلال 24 ساعه. دوله الرئيس يقول المعلومه على مكتبي. واحد من اسرار قوه الدول انها تمتلك كادرا يتعامل بجديه مع المعلومه، والمرات تجي المعلومه صح ومرات تجي المعلومه غلط، لكن التدقيق والتمحيص والجهد والفعل بالميدان هو الذي يعطيك مؤشر. سيادة الرئيس، أكو أخطر من هيك معلومة أن تبث وتترك سدى؟ خلينا أستفاد من الوقت، لأنه أنا إذا أظل أسولف بمعلومة واحدة يراد لي أربع حلقات. خلي أروح لطلابة جديدة أيضا أذكر بها إن كانت الذكرى تنفع. طول المقطع اللي وراه شباب. صار نظام البنوك كل بلد بالعالم تقيسه على مستوى الاحتياط الموجود عنده في البنك المركزي. وهذا الاحتياط ما مسؤول لا رئيس وزراء يقدر يسحب منه ولا أي شخص بالعالم. هاي يسمونها السياسة النقدية والاحتياط النقدي للبنك المركزي، هاي في كل دول العالم عدا العراق. الاحتياط للبنك المركزي كان رقم زين، يعني مثلا على سبيل المثال هذا الكتاب للبنك المركزي صادر خلينا نقول بال 2015 بأيار، كان البنك المركزي عنده 67 و947 و683 و183 و171. هذا 67 مليار بأيار سنة 2015. زين، هذا كشف تفصيلي صافي احتياطي البنك المركزي العراقي كما في 31/5/2015 بدون هذا، بدون حساب المالية اللي مكتوب رقم سري بها. زين، الآن أنا ما أعرف إيش قد، بس يعني أتوقع جوا 40 يجوز 36، يعني نص قسم منه انهدر هذا المال بسبب مزاد العملة. راح تقول لي شلون؟ انت مثلا احنا طلعنا مبيعات للنفط، نزل النفط العراقي ودخل لنا 100 مليون باليوم سعر النفط، ومزاد العملة يبيع 150 لو 200 مليون دولار يوميا. منين ياخذه؟ ياخذه من الاحتياطي. بموجب اي قانون؟ ما ادري، احنا هاي كلها مخالفات قانون البنك المركزي. مبروك. يعني ما يعني شنو اللي ممكن أنا أقدر أعلق به؟ أولاً بصيغة التساؤلات، احتياط البنك المركزي لا يمكن أن يسحب منه دينار واحد. وتذكرون في فترة من الفترات صارت خلافات مع أحد رؤساء الوزراء مع مدير البنك المركزي، محافظ البنك المركزي، ما قبل أن ينطي دينار واحد لأنه هذا رصيد العراق اللي على أساسه يقيم وضع المالي ويقيم وضع الاقتصادي. لكن في آيار 2015 الرصيد 67.5 ينزل الآن إلى 36 مليار دولار في سبيل أن يخدم مزاد العملة. ومزاد العملة في هذه الحلقات تحديدا مع السيد عبد الكريم عبطان بالوثائق التي قدمها تقرير ديوان الرقابة المالية أنه عبارة عن وسيلة لتهريب العملة وغسيل الأموال، وقدمت بها أدلة كبيرة. معقولة بوقت انخفاض سعر النفط وبوقت الكساد الاقتصادي وبوقت الدولة تدور لها على دينار تشتري لها بها طلقة وما عدتها فلوس تجيب كرفانات للنازحين، ينصح بنص الاحتياط النقدي حتى يخدم هذا الحزب وذاك الحزب ويخدم هاي الحبيبة ويخدم ديك الحلوة ويخدم ذاك المسؤول؟ هسه والله أنا قملتي بيضة من نحكيها الزعلون، بس هذا نائب. زين، هذا مو نائب، لا أنا ولا النائب نصدق تقارير ديوان الرقابة المالية اللي أنزه مؤسسة بالدولة العراقية قالت هذا. زين، انتوا ليش صم عمي بكم لا يفقهون لا يسمعون؟ عمي
الكواليس المغلقة والصناديق المغلقة والقاصات المحكمة بعد ما تفيد. الوثائق طلعت للإعلام وصارت ملك لشعب، فلما الشعب يعرف أن نص الاحتياط النقدي انهدر من أجل خدمة قوى وشركات وهمية، في هذا اللقاء يا سيادة الرئيس خلي يوفر لك يا مكتبك الإعلامي، قدمنا أيضا من خلال السيد النائب أن هناك 16 شركة وهمية، لا أنا قلتها ولا عبطان قالها، قالتها وزارة التجارة أنه أكو 16 شركة وهمية كانت داخلة في مزاد العملة. هو الرجل ما قبل يقراها ولا قبل خلينا نقراها، بس إذا استل على الصورة راح تطلع أسماء الشركات الوهمية. يعني معقولة؟ هذا كان المفروض أن يتخذ به قرار أن يحقق به، بس مو طريقة اللجان التحقيقية التي يصير عندها عيد الولد لأنه تبدي تبتز. أريد تحقيق حقيقي، وأريد رد، أريد ردود، أريد ردود على مأساتنا، على الوجع والفزع اللي إحنا بيه، وخلي القضاء يحكم. مو هو قالها الرجل، سمعني عمر، خلي يطلعون لجنة مكافحة الفساد يقولون إحنا عبد الكريم عبطان الجبوري ونجم الربيعي طلعوا وثائق مو أصلية ووثائق مو صحيحة ونحيلهم للمحاكم. حاكم عدل، احنا هذا اللي نقوله، احموا القضاء، ادعموا القضاء، وفروا قوانين للقضاء، جرموا الفساد وجرموا من يدعي الفساد او يحاول ان يأخذ الفساد الى منحنيات خطيرة، وشوفوا وراها تقدرون لو ما تقدرون. اكو واحد مرات يقول لك انا احاول، حاولت وما قدرت، قد تلتمس له العذر لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والزلمة هذا وسعها. وأكو واحد يظل يتخبط لأنه ما عنده استراتيجيك، ما عنده رؤية، ما عنده عمق، فهذا في غيهم يعمهون. وأكو واحد لا يدري وسويكت يغلس على قول تهنى. احنا مشكلتنا مع اللي يغلس، لانه تعرفون هذه المجافات للحقائق وهذه عدم الجديه في التعامل مع هكذا معلومات تمس مصير شعب. ماذا يعني؟ انه انت كل يوم تسلم رقبتك للقصاب، وكل يوم تقترب من المغسله، واحنا ما نتمنى هذا، لكن نتمناها أن تحصل لكل فاسد سرق من مال هذا الشعب، لأن هذا الشعب مسكين. وعلى مدى 15 سنة أنا قايلها، والله العراقيين يشورون، والله العراقيين بهم حوبة، بس ما أدري، بس خلوني أستثمر هذا الوقت وأريد أتنوع في قضية عرض ما كنا قد عرضناه، حتى يحترم الإعلام وتحترم الكلمة ويحترم جهد الخيرين الذين يأتون إلى الإعلام ويكلفون أنفسهم. والله العظيم ليل ونهار نقلب بالأوراق وبالوثائق وحتى عيوننا عمت، من أجل أن نقدم حقيقة أولا لشعبنا حتى يستطيع أن يميز من هو الصالح ومن هو الطالح. لكن أكو قضية، إذا عمر موجود شوف مقطع الكاظم الصيادي، انطيني يا بالله خليني، يعني هذا مال اي هذا المقطع، اي شوفني هذا المقطع. فريق رائد شاكر جودة استغلال وظيفي. هسه مشاهدين الكرام، الان السيد النائب راح يعرض اوامر القبض الخاصة بالسيد قائد الشرطة الاتحادية والتي صدرت من القضاء، راح يقرأ الاسم والتاريخ والمادة القانونية التي شمل بها. الرتبة فريق، الاسم الرباعي واللقب رائد شاكر جودة ذياب الفرطوسي. المادة القانونية 331 قانون العقوبات العراق رقم 111 سنة 69 المعدل استغلال وظيفي.
أمر إلقاء قبض. أمر إلقاء قبض واحد. الأمر الثاني، الفريق رائد شاكر جودة ذياب الفرطوسي محافظة كربلاء 331 قانون العقوبات العراقي استغلال وظيفي. اثنين. الفريق رائد شاكر جودة ذياب الفرطوسي قانون العقوبات 340 إحداث عمداً ضرر بالمال العام. ثلاثة. ثلاث أوامر قبض لحد الآن. هن يمكن 14 أو كذا. هاي هم نفس الشيء. 301 نوع الجريمة مخالفات واجباته الوظيفية. 341. أنت بس طلع على الشاشة والمادة القانونية. رائد شاكر جودة استغلال وظيفي 341 قانون عقوبات. مشاهدي الكرام، هذا من المقطع من المقاطع التي أخذت استفهامات عند الناس كلها. أكو حقيقة بهذا الموضوع. سيد كاظم الصيادي قدم أوامر إلقاء قبض قراها بالشاشة قدام العالم على رجل قائد الشرطة الاتحادية وداخل في معارك، ومعارك خطيرة ومهمة، لكن معلومات بهذا الحجم عن قائد في كل مكان من الأرض يجب أن يتخذ إجراء. أما أن هذا القائد بريء فتثبت براءته، وأما هذا القائد لا أخطأ فيجب أن يعاقب. بين ما قاله السيد كاظم الصيادي وبين الحقائق عن قائد الشرطة الاتحادية هنالك تغييب إلى الحقيقة. على أقل تقدير حتى لا نذهب بالاتهامات أو نوزع الاتهامات جزافا، أما أن يتم تحقيق عاجل وحسم القضية خلال أسبوع، أما السيد قائد الشرطة الاتحادية تسحب يده لحين انتهاء التحقيق، وبذلك إذا كان هنالك ضررا معينا قد ألحق بهذا أو بذاك فالقضاء سوف يحكم. ليش إلى الآن التحقيقات ما محسومة؟ سيد قائد الشرطة الاتحادية يقول هاي الأوامر ليست من القضاء، وهذه الأوامر صدرت من المفتش العام. ولنسأل، هل أوامر المفتش العام قضائية قابلة للتنفيذ أم أنها خارج نطاق القانون؟ إذا كانت خارج نطاق القانون فمن أوحى للمفتش العام أن يصدرها؟ وإذا كانت ضمن نطاق القانون لماذا لا يحترم القانون ولا ينفذ القانون ولا يطبق القانون؟ هذا مو مفارقة دولة الرئيس، البرلمان، الوزراء، الجمهورية، السادة الرؤساء، هيئات النزاهة، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. ماذا يعني لكم هذا؟ هل اتصلتم بالسيد كاظم الصيادي وسألتوه عن حقائق الأمور؟ هل اتصلتم بالسيد المفتش العام ما هي الحقيقة؟ هل اتصلتم بالسيد قائد الشرطة الاتحادية ما هي الحقيقة؟ شنو هذا اللي دا يصير بالبلد؟ شنو هذا الكم الهائل من الفساد والاسترخاء في هذا البلد؟ هذه الأخطاء ضحاياها أرواح، وهذه الارتكابات ضحاياها أموال بالمليارات، وعد شعب كاتل الجوع، بالشتاء ميت من البرد وبالصيف كاتل الحر، واليوم الدولة تسوي حملة على المتسولين الفاسدين. أنا هنا لا أقصد أحد، أنا أقصد أين الحقيقة أيها الدولة؟ وهي أضحى أمامكم، وراح أظل أطرق بهذه الحقائق حتى نحصل على نتائج، حتى لا يبقى فلان متهم وهو غير مذنب، أو يبقى بريئا وهو في قمة الاتهام. خلينا نروح لمشكلة الكهرباء. اعطيني عمر. أي للأسف يعني أنا أقول لك يعني الوزارة الحالية أعتقد لن توفق في تجهيز أو إنصاف المواطن في الساعات الكهربائية بالمستوى اللي إحنا نطمح له. للأسباب يعني تعرف الوزارة من ما تسوي مثل ما أنا أريد وبرنامجه وتأهيل المحطات، راح يجيك الصيف والنصر راح يطلع خارج الخدمة. لهذا أنا أعتقد المرحلة القادمة الصيف القادم
ما يكون أفضل من الصيف الماضي. يمكن أريد أحفزكم إلى قضية مشاهدي الكرام والدولة. الناس اللي دا أطلعها بهذا البرنامج مو ناس عاديين، ناس أصحاب قرار، وعندما تتحدث فإنها تتحدث مسؤولة. الرجل السيد كريم عفتان منصب الحالي رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، ومنصبه الأسبق وزيرا للكهرباء. ومشكلة العراق والغليان الشعبي والخطر الذي يداهمنا جميعا هي قضية الكهرباء. فيا سيادة الرئيس، لما ظهر هذا الرجل وبشر أنه أسوأ صيف راح يمر علينا هو الصيف المقبل، أو قالها بنص العبارة أن هذا الصيف لن يكون أفضل من ذاك الصيف، وبالحلقة تناقشنا ليش، وورا البرنامج اجتنا تقارير، أنا اجتني من مختصين عن حجم الضياعات والفساد الذي يحصل بهذا. أنا أقول يا سيادة الرئيس، كان من المفروض، وهو مقترح أنا ما أملي عليك، أنت رجل محترم ومحل تقدير واحترام ونتمنى لك أن تنجح، كان المفروض دولة الرئيس وانت مشغول، يا سيد عفتان تعال يمي، ويا سيد لؤي الخطيب تعال يمي، سولف سالفتك سيد عفتان ورد رد السالفة يا سيد الخطيب. عمي انت تقول ماكو كهرباء، انت عندك كهرباء لو ما عندك السيد الخطيب؟ وبيناتهم، وبذلك تصل الى قناعة انه هل فعلا الصيف القادم خطير ماكو كهرباء؟ لو هذه عملية، يعني شلون نقدر احد يستهدف الاخر، لو تصل لقناعات انه هذا الرجل صادق وهذا الرجل لم يكن مثله، ومع هذا ما يخالف، وبالتالي تختار من هو افضل حتى تكسر قاعدة المحاصصة. تكسرها القاعدة المحاصصة ما لي علاقة. مع هذا اتصلت بالسيد مصعب المدرس مدير الاعلام، يا سيدنا الكريم يا سيدنا الفاضل، هذا الذي حصل وهذا ما يقوله السيد الوزير، وبالتالي أريد نلتقي بالسيد الوزير حتى نطرح هذه الملفات، لأنه اليوم السيد عفتان انتقد الوزارة وانتقد أدائها وقدم ملفات فيها شبهات فساد ضد الوزارة، فخلي السيد لؤي الخطيب يرد علينا. السيد لؤي الخطيب لا يرد على تليفون، المكتب الإعلامي لا يقبلون يردون، زين شاخذ لي، أخذ لي السماعة وأوقف بباب الوزارة، أعطونا مما رزقكم الله نتسول منكم المعلومة، وباشر من الطق البصرة والطق الناصية والطق العمارة، القال زلمة منكم ليش ما نحتوي الأزمة قبل وقوعها؟ سيد مصعب المدرس قلت للمعالي الوزير، وأنا وعدتك قلت لك أحكيها بالتلفزيون إذا ما تستجيبون، إنه أنا ما جاي أستعطي لا منك ولا من السيد الوزير، أنا جاي أبحث عن معلومة قيلت معي وأبحث معلومة للشعب، هل هذا الأمر حقيقة أم غير حقيقة أم مجافي الحقيقة؟ نعم السيد الوزير مشغول، السيد الوزير أنا ما قلت تعال نتعشى أنا وياك أو نلعب طاولة أنا وياك واخذ وقته والرجال عنده بريد، أنا أقول له تعال أمام الشعب اللي خلاك وزير فهمهم طمنهم. وورا فترة يطلع السيد الوزير لؤي الخطيب يقول عام 2019 من أفضل الأعوام بالكهرباء وسيكون مختلفا. المن أصدق سيادة الرئيس؟ وليش ما قبلت أن ندخل بحوار حتى على قولته أنه يصير الحكي رد وبدل، تمام لو مو تمام ليش ما قبلتوا؟ ليش هذا ليش هاي الأبراج العاجية اللي أنتوا قاعدين عليها؟ ترى ماكو برج عاجي أمام الشعب وأمام معبد الشعب، تردون تسمعوها لو ما تسمعوها؟ من نقول لكم يابا اريد نطلع نسولف، نسولف بضيم، الصيف جاي، والصيف بالنسبة للعراقيين بمعنى التهيؤ للثورة، بردوها للناس، طمنوها للعالم، من وقتكم هذا الثمين جدا؟ ردوا علينا بالتليفون. يمكن احنا عندنا، انا سيد عفتان موجود. السلام عليكم سيادة النائب.
مرحبا اخوي استاذ نجم، شلونك اخوي؟ شلونك شلون اخبارك؟ طمني عنك. الله يخليك يحفظك ان شاء الله. انا بهذه الحلقه انت كنت تتابع وتشوف، ردنا نذكر بما قدمناه. ومن ضمن الشخصيات اللي انت طلعت ايضا انت كنت طالع وياي، قلت حقائق انه الصيف القادم هو أسوأ صيف راح يكون. السيد وزير الكهرباء الحالي طلع يقول لا، هذا الصيف من افضل ما يمكن ان يكون. وين الحقيقه استاذ عبد الكريم؟ نعم العفو استاذ نجم، انا اشكرك وان شاء الله اكون اوفق في الرد على ما تفضلت به. انا سبق ان بلغتك بانه سوف يكون الصيف القادم لن يكون افضل من الصيف الماضي، هذا اللي انا يستحضرني الان. اما ما تفضلت به فكان من السيد الوزير لؤي الخطيب ان اليوم تعرف تناقلت الاخبار، انا قلت والاخرين قالوا واعضاء مجلس النواب قالوا كذلك. ولكن انا من يسمع المواطن هكذا، انا اطلع بالتلفزيون اقول البصره تحتاج مثلا 3000 ميجاوات او 4000 ميجاوات. احنا الان راح نجهزكم 3000 ميجاوات او 2000 ميجاوات، يعني بمعنى راح نعطيكم 12 ساعه 15 ساعه. هذا المفروض فاني اليوم من اني صار لي 6 أشهر بالوزاره اعرف اني سويت وش راح احضر وش راح انطي. مو الصدفه راح تجي الصيف راح يجي وراح احتمال تمطر الدنيا كهرباء، لا، انا اليوم استحضر كل محطاتي، كل محطات النقل، كل محطات الترفيع. كم تاخذ محطه البصره؟ كم تاخذ محطه بغداد؟ كم تاخذ الموصل؟ وهكذا. انا اعرف من خلال دائره التخطيط في وزاره الكهرباء عندي هلقة 1000 ميجاوات في الصيف القادم. زين. موجودات، يعني اعرف كيف اهلك وكيف جاهزه راح تكون. زين. احصل اوزعها الحصص، البصره لها مثلا 3000، بغداد 4000 وهكذا. زين. فاني ارد اطمن الناس، اطلع واقول الحقيقه. ابدا ابدا، الكهرباء استاذ نجم هي حقيقه ليست كتابة. انا من خلالك أبداً. اريد الحقيقه. انا اعرف انت الان دتلامس الحقيقه وما تريد تزعل احد. لكن حقيقة الأمر أنت الآن بالموقع الأول برئاسة اللجنة، عندنا كهرباء بالصيف لو ما عندنا كهرباء، هسه أنت مو محلل سياسي، أنت مختص، عندنا بالصيف كهرباء لو ما عندنا، وما قال السيد وزير الكهرباء هل هو حقيقة أم لم يكن مثلها؟ أتمنى أن تكون حقيقة، أتمنى أن أمنيتي أن تكون حقيقة، أمنيتي، ولكن حقيقة أن أنت تعرفها. مثلا عندك محطة الرمالة بها القد 2000، محطة شط البصرة بها القد، محطة النجيبية بها القد. أنا أعرف إيش قد عندي كهرباء. إيش قد عندنا كهرباء؟ هل السيد الوزير ما يرد؟ أنا أسألك كمختص، الآن إيش قد عندنا التوتال المنتج النهائي وإيش قد احتياجنا؟ أنا أجاوبك اليوم كوزير سابق، من قلت لك أنا عندنا اليوم في محطاتنا في بغداد وفي محاورات أخرى 21,500 ميجاوات موجودات محطات، بس ايش قد بقى يشتغل من هين؟ ايش قد بقى خارج التاهيل، خارج اعمالها بالصيانه فتره تاهيل؟ ما اعرف، هذا يجاوب عليه السيد الوزير. انا من كل ايش قد عندك اقول لك الان موجوده محطاتنا او مكايننا تنتج بحدود 23,000 ميجاوات، ايش قد منها صالح؟ هي تنتج لو يفترض ان تنتج. هي تنتج لو يفترض ان تنتج. هي عطلات يشتغلن. هي انتجت قبل انتجت، هسه بالخدمه انتجت ودخلت الخدمه. اقول لك شط البصره 1250 ميجاوات، الرمانه 1400، النجيبيه 500، الخيرات 1250، الزبيديه 2500. اقول لك هذا الكلام احنا هذا الكلام احنا حكينا به، لكن ضمن مسؤولياتك القانونيه وضمن مسؤوليتك الاخلاقيه، هل هذا الكلام نقلته الى السيد رئيس الوزراء؟ السيد رئيس الوزراء ليش ما قعدتكم براون تيبل انت والمعالي وتقولوا له الحقيقه؟ انا بدي اثبت للتاريخ لان الصيف جاي. استاذ نجم انا الرجال دوله رئيس الوزراء، صدقني بالله مو بالرفاعة، هو حريص ان يحصل الكهرباء. ومن انطيته التقرير مالي قال لي ضروري اقعد اشوفك، لاحظ ضروري نقعد. هاي قبل شهر انا وياك صورنا. نعم قبل شهر حتى بعدها دز لي خبر ان نلتقي. بالتاكيد
بس تعرف انت ما اعرف ظرف دوله رئيسها، بس هو بالتاكيد عنده التزامات واتصال ويا السيد زين. طيب بعد ما انت حكيت على الوزاره وقدمت اوراق وبشرت انه المرحله الجايه على قولت اللي يقول كهربائيا سيئة، المعالي الله يطول عمره ما شال التليفون عليك قال لك يابا ترى هاي معلوماتك صحيحة هاي معلوماتك مو صحيحة اتفضل يمك باللجنة لو تجي يمي بالمكتب، اتصل بيك شافك؟ لا لا ابدا 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 ما اتصل ولا واحد ولا اي اي برنامج، ولكن عاتبني بعض الاخوان انت ليش حكيت كذا، يعني تعرف انت انا حكيت الحقيقة يعني ما جاملت حكيت ما هو يجب ان يكون يعني. اما معالي الوزير نعم. ما اعتقد يعني ما اتصل بي ولا طلب مني ان يكون هذا، ولكن احنا موقعي كمسؤول طلبت من عندي ان يعطيني برنامجه، ايش عندك محطاتك؟ شنو المحطات اللي بتعمل؟ شنو المحطات اللي قيمة؟ هو انا هذا اريدك انا اريدك تكشف لي عن هذا، ودالك انطاك كشف بتشتغل ولا ما تشتغل؟ لا 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 عفوا استاذ ما استلمت هذا البرنامج. زين منو مسؤول للسيد الوزير؟ مو انتم اليوم برلمان واحنا نقول هاي نظام الفرصه الاخيره، ما ودالك تودي عليه تستدعي للجنه، ليش ما استدعيت للسيد الوزير؟ السيد الوزير عليك ما يرد وعلينا ما يرد. زين وين وين المن نشتكي؟ لا الرجال من انتزع عليه يحضر، الرجال من انتزع عليه يحضر. ليش ما دزيت عليها يا اخوي؟ البرنامج مالك اين وكيف وكم؟ هذه كلهم سالناه، فيقول انا ان شاء الله جاهزه وما ادري ايش، تعرف انت ظلت عاد هو الكره في ساحتي ان شاء الله يوفق. استاذ كريم استاذ كريم استاذ كريم الوضع الان بالعراق لا يحتمل المجاملات ولا يحتمل السكوت ولا يحتمل امدارات الخواطر، وباشر من الطب مو تقول لي انا قلت لك او واحد يجي يقول لك ردت اقول لك. ولذلك انا من سويت هاي الحلقه الاستثنائيه ردنا ان نذكر حتى الناس تدرى عن انفسها الخطر. شنو انت لحد الان رئيس لجنه الطاقه البرلمانيه ما تعرف ايش قد الانتاجات تشتغل يا العاطله، شلون يصير؟ وهذا انت مسؤول عن الوزير اكثر من رئيس الوزراء، لان انت باشر تحاسب امامنا بالاعلام وتحاسب امام الشعب. احنا استاذ نجم موقفنا احنا كلجنه الطاقه احنا نراقب الاداء ونعطي النصائح، ظل هو كتنفيذي هو مسؤول عنها، احنا مراقبين اداء ليس التنفيذيين. احنا الاداء زين بالاداء من واجبنا نراقب الاداء زين. الاداء الان للسيد الخطيب ونعطيه المال، نعطيه النصح ونعطيه المال. خصصنا الى وزاره الكهرباء، لو تسمح لي خصصنا الى وزاره الكهرباء اعلى موازنه، اعلى موازنه من كل السنين اللي مضت. هذا يعني احنا نريد ندفع الكهرباء بافضل ما يكون، فاحنا خصصنا لو انت ترجع الموازنه نشوف اعلى وزاره اخذت من التخصيص هي وزاره الكهرباء الان. هسه خلف الله عليكم بارك الله بكم، انا سؤالي محدد. نعم. بموجب المعطيات، بموجب النتائج، بموجب الحقائق التي تكلمت عنها، هل أداء وزارة الكهرباء يؤهلها لتقود ملف الكهرباء في الصيف المقبل بكونك رئيس لجنة الطاقة النفط والطاقة البرلمانية؟ أنت أمام الناس أستاذ نجم. أنا بالنسبة لي من دا أقول لك من كنت معاك بالبرنامج أعطيتك تفاصيل يجب أن يكون ما هو يجب أن يكون، فإحنا الوزير الآن نصحناه ان يكون يسوي كذا وكذا وكذا، فنتمنى ان ننفذ لانه الان الصيف هو شنو احنا واحد اربعة باكر الصيف في البصره، اليوم الصيف صيفنا في البصره واحد خمسة وسادس هو حار جدا، احنا الان في الصيف، احنا الان في الصيف مو راح يجينا الصيف، احنا الان في الصيف. فلهذا استاذ يعني الفاس وقع بالراس. لا العفو يعني اتمنى عندنا كهرباء، لانه هو الرجال عنده برنامج مؤهلات المحطات المؤهله وقد راح تدخل، بس انا قلت لك رايي في ذلك الوقت من اداء الوزاره في البرامج التاهيل محطات وين المحطات اللي راح تدخل. أنا اريد اروح الى قضيه واحده، السيد وزير الكهرباء عن طريق مكتبك الاعلامي وعن طريق مكتبك الخاص ردناك نسولف وياك 50 دقيقه. نعم.
حتى نعرف حقائق الأمور. إحنا ما نضطهد رأي أحد ولا نتجنى على أحد، لكن ما يقال الآن بين ما تقوله أنت وبين ما يقوله السيد عفتان وما بين الحقائق على الأرض، هنالك حقائق مغيبة أو هنالك منطقة رمادية يجب أن تتفكك هذه المنطقة لنصل إلى الحقائق. أنا ما أعرف عندي ضيف من بغداد شباب إذا جاهز ولا لا بعده. أستاذ كريم. نعم أستاذ. الآن بعد الميزانية الكبيرة التي أنت تتحدث عنها لوزارة الكهرباء، نعم، هل أنت وافق هذه الميزانية ستكون مثل الميزانيات التي سبقتها أم أنها ممكن ستنتج شيء؟ وأنت اليوم تقول لي بلغة دبلوماسية لقد دخلنا الصيف وما مش كهرباء. أنا أرجع على موضوع أقول كما الموازنات السابقة، الموازنات السابقة نفذت 100%. أنا ما أدافع عن وزراء الآخرين، ولكن هاي الموازنة إن شاء الله تنفذ 100%. أنا أقول لك أنا راح نراقب أداءك، ولكن بعد إذنك خلي أعطيك مداخلة. أنا اليوم من أسمع هكذا حديث لدار مرة بالعراقية مرة بالتغيير مرة بالغير قناة، ها أنا أطلع أفصح عن ما عندي مرجعتي. أنا ترى كلام واحد اثنين ثلاثة، هذا الكلام غير دقيق، الدقيق كذا وكذا. أنا هاي المشكلة أستاذي، وأنت اليوم كوزير يفترض هو يبحث عن القنوات اللي هي تبث ما عنده من بشرى إلى أهالينا في بغداد أو في البصرة أو في أي محافظة أخرى، يقول لهم ترى أني عندكم وأني أخوكم إن شاء الله سوف أعمل كهرباء كذا وكذا لأسباب كذا وكذا. عندي أنا أضيف لك عبارة أخرى، أنت ليس تراقب أو تصرح، أنت بوظيفتك تحاسب، هذا مسؤوليتك اللي بالبرلمان. أنت عندما تجد الخطأ تحاسب. نعم أكيد. لأنه إحنا مشكلتنا معاكم يعني أنتم ليس لديكم قدرة على احتواء الأزمة أو منوع وقوع الأزمة، وعندما تقع الأزمة لا تستطيعون أن تطوقوا الأزمة. قضية الكهرباء قضية مختلفة أستاذ كريم. أستاذ نجم أنا من دور من أقول لك أنا مراقب، بمعنى إذا أكو خطأ أحاسب. أنا مو مراقب وأتونس، لا، أنا أراقب الأداء، وإذا أكو إخفاق أو أكو خطأ أو أكو إهمال أو أكو هدف المال عام، أنا المسؤول الأول علي. تمام. قبل المحكمة أنا تمام. المسؤول الأول علي. إحنا نريدك. أنا أريدك بهذا المستوى. الأستاذ كريم عفتان رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية. شكرا شكرا جزيلا لك. شباب ضيف بغداد جاهز بعد؟ الإشارة الإشارة بها مشكلة أنا ما أعرف، لكن عمر خلي نروح للصحة وبابل. اعطيني مقطع، اعطيني مقطع مال زينب الطائي على الفساد اللي ببابل. صالة عمليات القلب مركز شهيد المحراب انه اكو حجيه ادويه اكسباير دا تستخدم، ادويه ومعدات اكسباير جراحة القلب المفتوح، صالة عمليات القلب المفتوح. طبعا هو مركز شهيد المحراب بالقسطرة وبصالة عمليات القلب المفتوح، يعني القسطرة عمليات القلب هذه يسموها عمليات القسطرة، والثانية يسموها صالة عمليات القلب المفتوح. يعني انا سبقتها اذا ادخل واشوف هاي الادوية ضيعوها، يعني شقد اقدر الزم بها هذه الادوية. فصار اتصال يعني بالاخوة بالامن الوطني، جهاز الامن الوطني، وتحركوا مشكورين يعني مباشرة، وحتى قال أنا إذا أحتاج أنه موافقة قاضي أنه أدخل ولازم أحتاج مخبر بهذا الموضوع. قلت له سجل الآن المخبر أبو الأمن الوطني. أبو الأمن الوطني طبعا هو حقه لازم أكو مخبر وأكو هذا. قلت له سجل الآن المخبر. قال اعطيني من اللي طاش المعلومة. قلت له لا، أنا اللي طاني المعلومة ما أقدر. أنا عندي مقاطع كثيرة، لكن هذا المقطع من ضمن 3 حلقات مع هذه السيدة الشجاعة زينب الطائي. لما أدوية فاسدة تلزم ويتحرز عليها عد الأجهزة الأمنية وتصل بها تقارير، ومدير صحة بابل ما حد يقدر يسوي له شيء ولا تسحب إيده. والمشكلة الأدهى من هذا أنه يأخذون السجن ورا يومين يطلع كفالة. شلون تردون تحاربون الفساد؟ معقولة؟ أنا تكلمت مع السيد وزير الصحة
وقدمنا حلقات بهذه المواضيع بهذا الشكل، لكنه ما أعرف ليش هذا التباطؤ بعملية التعامل. يعني واحد تلزمة أدوية فاسدة، الأبرة مالت المخدر فاسدة، حبوب فاسدة، خيوط مال شو اسمه مال تضميد، أدوية فاسدة، وبالتالي يطلع براءة. بس فهمونا، من المجرم بهذا البلد؟ من المجرم بهذا البلد؟ والله المجرم الحقيقي في هذا البلد هو الشعب اللي عانى منه، لأنه أجرمنا بحق أنفسنا حينما قبلنا الصمت، لأنه مرات الصمت بليغ فيه دلالة، ولكن في بعض الأحيان هنالك صمت خطير كالصمت الذي تعودنا عليه. صمتنا فمتنا، صمتنا وتم إذلالنا، صمتنا فكبر سراقنا. ليش يعني ما تخافون من الله؟ بس الحرام مدلل. ليش؟ لأن يعني يقول لهم إذا ظليت بالسجين راح أحكي عليكم واحد واحد. أو تدري الولد متنفذين، سلاح منا وفلوس منا ويورو منا وأملاك برا وأملاك جوا، ويحكم وورا كتلة وزعيم وعدة سلاح بالشارع. يا هل يحكي عليه، يا هل يقول له. ما شباب شنو وضع الضيف؟ ما 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 أعرف، يمكن ما أدري. أنا بهذه القضية أني 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 إخواننا هذه بكل فترة بعد شهر أكثر أقل راح أعرض منها. أيضا أنا أعتذر مرات من المشاهدين، أنا أحاول أن أسوي حلقة على صفحات التواصل الاجتماعي، على صفحتي بالفيسبوك، على البيج، تجيني مناشدات كثيرة، وأنا أقسم لكم أن كل هذه المناشدات أنا أحولها إلى المختصين. بس مرات المختص ما تقول لي شو أسوي لي، أنا شبيدي يعني شبيدي عليه، مرات ما يتجاوب. لكن أمانة للجميع أنا ما أهمل طلب ووصلته إلى الآخرين. انتهت هذه الحلقة، ونأمل من السادة المسؤولين على اختلاف مواقعهم أن يتفاعلوا مع ما ذكرناه. وأكرر وأقول، نحن هنا لا نستهدف أحد، بل نستهدف منصات الفساد وحيتانها وأراذلها، ومن لف لفهم، ومن يحميهم، ومن يتستر عليهم. طابت أوقاتكم، تابعوني وحلقة جديدة من بغداد.